السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي متتبعي مدونة بيتكوين العرب. اليوم تكملة لما بدأت حول التعدين السحابي، سأتطرق إلى الفرق بين شركتين عملاقتين هما سي إكس يو وجينيس مينين، وهما المعروفتان في مجال التعدين السحابي. أولا والمهم في الأمر أنهما لا يشكلان خطرا على المستثمر من ناحية النصب عليه، لذا غالبا سيكون لهما مردود منخفض عن باقي الشركات الحديثة، وأقول هنا البعض منهم فقط. والاختلاف بين الشركتين كثيرة جدا من ناحية تعدد الخصائص. شركة سي إكس يو، إذا سأبدأ مع الشركة جينيس ميني، والتي تتميز بعقد سأبدأ بشركة جينيس والتي تتميز بعقد مدى الحياة تتميز بعقد مدى الحياة وأيضا تتميز أيضا بتعدين أكثر من عملاء كما رأينا. تعديل ووضع مثلا أمريكا، سأضع 50% هنا 50% هنا العملة بيتكوين، 50% من التعدين لما أمريكا من التعديل السحابي، 50% لهذه العملة أيضا، مما يعني أنه يمكنك التعدين ملك من نوع ساشا 256. وأيضا إرسال كما يمكن أيضا ترسل أموال أقصد العملة البيتكوين إلى المحفظة مباشرة وبشكل يومي، يعني ترسل المقدار الذي تحصل عليه إلى المحفظة كما نراه في VPN بشكل يومي. يتم إرسال إلى محفظتي مقدار معين للسكوت. هذا أحد العقد الذي اشتريته من الشركة. على أي، هذه كانت أبرز ما يميز الشركة، دون الحديث عن نظام الريفلر أيضا، عن نظام الريفل الخاص بها. لكن من ناحية أخرى لها سلبيات، منها أن التعدين غير مستقر، التعدين لا يكون مستقر من حيث، وأيضا على الأغلب أنه ينخفض مع مرور الشهور، يعني التعدين لا يتم بنفس الكيفية وبنفس النتيجة مع مرور الأيام، إن لم شهور إن لم أقل الأيام، بغض النظر عن تغيرات عملة البيتكوين نفسها. يعني أن عندما ترتفع عملة البيتكوين يرتفع المردود، إذا لا أقصد هنا هذه التغيرات، بمعنى آخر أقصد انخفاض نسبة التعدين، نسبة التعدين تنخفض مع مرور الوقت، رغم أن هذا العقد يتميز بعقد مدى الحياة. وأيضا هذه كانت إيجابيات وسلبيات شركة جينيس مينين أن نتجه إلى شركة سي إكس يو. شركة سي إكس يو لها عدة مزايا. عقد مدى الحياة كما هو الحال مع الشركة الأخرى، تعدين البيتكوين من جهازك أو عدة أجهزة تابعة لك، وهذا معروف. تداول بالعملة، وهذه يعني خاصية غير موجودة في الشركة نفس الأخرى. تعدين أكثر من عملة والاحتفاظ بها في المحفظة التابعة للموقع خاص بك. هذه كانت أبرز يعني مميزات هذه الشركة.
تكون العملة يعني وهو حلقة أخرى من أجل شرح تداول بالعملة، سأتركه إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. ومن سلبياتها أيضا أن مردودها منخفض عن جنس ميني، منخفض ما أعني أن الاستثمار يكون منخفض بالنسبة يعني عن الشركة الأخرى، لكن هذا البيع يكون فقط الاستثمار عندما يكون استثمار منخفض جدا، بمعنى آخر استثمار لا يكون أقل من 20 دولار أو ما إلى ذلك. في حدود هذا الاستثمار تكون النسبة لصالح شركة جينيس مين، في حين سي اكسيو يكون مردودها ضعيف، الاستثمار ضعيف بمعنى آخر، تحتاج إلى استثمار عالي من أجل كسب عالي في شركة سي اكسيو. إلى هنا تنتهي الحلقة أحبائي، في الحلقة القادمة إن شاء الله والتي سأتحدث عن التداول بالعملة في موقع سي اكسيو. لا تنسوا الاشتراك على قناتنا يوتيوب، واضغط على الجيم إذا عجبك، على زر الإعجاب إذا عجبك الفيديو. قم بمشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك.